ننتقل للنادي الاهلي الجزيره، ومعانا سلا حامد ومعاها الاستاذ خالد مرسي مدير فرع النادي الاهلي او الفرع الرئيسي في النادي الاهلي مقر الجزيره. اتفضلي يا سلا. من جديد طبعا برحب بيك يا احمد، واكيد برحب بيك يا فارس وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي بكل مكان، واكيد مستمرين معاكم في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. يمكن طبعا معايا في هذه اللحظات الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا يا استاذ خالد في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، واكيد خلينا نسبح لحضرتك في البدايه. وطبعا نتكلم النهارده عن الانتخابات، انتخابات النادي الاهلي طبعا لاختيار مجلس اداره النادي الاهلي الجديد لفتره يعني 2021 و2025. طبعا عايز حضرتك تتكلم دلوقتي على الاجواء وايه اللي بيحصل دلوقتي في الانتخابات. صباح الخير يا سهلا، صباح الخير لكل الساده الضيوف، صباح الخير لقناه النادي. زي ما حضراتكم عارفين طبعا احنا النهارده يعتبر يوم تاريخي للنادي الاهلي، بيتكرر كل 4 سنين فقط لانتخاب مجلس اداره جديد للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين احنا الحقيقه هنا بقالنا يومين يمكن ما بنروحش كاداره تنفيذيه، معانا الدكتور سعد شلبي الحقيقه اللي بشكره جدا، اللي مسهل لنا كل الامور وميسر لنا كل الامور طبقا لتعليمات مجلس الاداره. احنا كاداره تنفيذيه طبعا بنقف بشكل محايد جدا على مسافه واحده من كل المرشحين، احنا دورنا يقتصر بس على التنظيم بتاع اليوم عشان يطلع ان شاء الله بالشكل اللي يليق بينا واللي يليق بالنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. فزي ما حضراتكم شايفين احنا عملنا خيمه كبيره جدا تحت اشراف قضائي كامل في الملاعب الترتان اللي هي اللي عندنا، مسافات كبيره جدا، عاملين باب دخول للاعضاء ميسر جدا في حدود 10 متر عرضه عشان يبقى في سهوله لدخول العضو، مفيش اي صعوبه انه يخش. في علامات ارشاديه جوه الخيمه لكل عضو عشان يبقى بسهوله يعرف لجنته فين. قدام كل ممر في لوحه كبيره مكتوب فيها ارقام اللجان، كل عضو هو داخل بيبقى معروف، عندنا مكان للاستعلام برقم الكارنيه بيعرف، هو رقم الكارنيه كده كده بيبقى مكتوب عليه برضو رقم اللجنه، ولكن لو العضو برضو ما يعرفش بيبان من مكان الاستعلام بيتوجه مباشره. وعندنا جوه ناس كتيره جدا من العلاقات العامه والخدمات وخلافه بحيث ان هو يسهل للساده الاعضاء الوصول للجنه الخاصه بيه، بيروح في كل يسر وسهوله بيختار القايمه اللي هو عايزها، بيدلي بصوته وبيطلع من مكان في اخر الخيمه. وعندنا في جوه الخيمه 4 بوابات غير الدخول والخروج بتبقى للطوارئ لا قدر الله، بس الحمد لله ان شاء الله ادعوا لنا اليوم يخرج زي ما بدا كده على كل خير ان شاء الله. استاذ خالد طبعا يمكن حضرتك كنت موجود جوه في الخيمه الانتخابيه قبل ما تكون معايا على هواء مباشره، يمكن كنت حضرتك كنت موجود جوه طبعا، يعني ما شاء الله زي ما احنا شايفين يعني الاعضاء بدات تتوافد على مقر النادي يمكن من الصبح كمان قبل ما عمليه التصويت تبتدي من الساعه 6 الصبح ومن الساعه 7 الصبح. طبعا كلمني حضرتك على العدد الكبير ده يعني غير متوقع من اعضاء النادي الاهلي في الساعات الاولى من صباح اليوم، وطبعا الاجواء جوه داخل الخيمه الانتخابيه. طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا بايتين في النادي، فانا ملاحظ الموضوع من بالليل، بداية من بعد الفجر الأعضاء ابتدوا يترددوا على المقر. طبعا احنا في ميعاد معين بنخش بيه اللجنة اللي هو كان الساعة 9، قبل كده الأعضاء موجودين في كل أرجاء النادي زي ما حضراتكم شايفين. المكان جوه من وسعه الحمد لله مفيش أي تكدس جوه، احنا برضو عاملين حساب الممرات والمخارج وكده، لكن طبعا واضح إن في إقبال كبير جدا، ودي عادة أعضاء النادي الأهلي الحقيقة اللي هو حريص جدا 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 إن هو يرسم السنين النادي ويرسم الـ زي ما نقول قانون للنادي، هو اللي عايزه هو اللي هيكون إن شاء الله. هم بيختاروا بايديهم المجلس اللي هيدير النادي ال4 سنين القادمين، فهم الحقيقه كانوا حريصين جدا للتواجد من الصبح بدري جدا، وانا متوقع ان شاء الله كمان وربنا يسهل يعني بعد صلاه الجمعه ان شاء الله برضو الموضوع هيبقى فيه اقبال اكتر، واحنا عاملين حسابنا افراد الامن الحقيقه يعني موفرينهم بكثره من كل فروع النادي الثلاثه بحيث يساعدونا ان نطلع ان شاء الله اليوم ده بالشكل اللي بينا كلنا الحمد لله. يعني خالد يمكن طبعا يعني الفتره الماضيه اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه ويعني وكل العاملين داخل النادي الاهلي كانوا مركزين جدا على ان هم يعني يقدروا ان هم يعني يخلصوا المكان اللي كان مخصص للمبنى او المدرج القديم في ملعب مختار التتش بعد هدمه. طبعا يمكن كنت يعني شايفه ان كان في جهود كبيره جدا داخل مقر النادي على ان انتوا تقدروا ان انتوا تستخدموا المساحه دي لاعضاء جمعيه عموميه، يكون في مساحه كفايه لكل الاعضاء عشان طبعا ما يحسوش بالعدد الكبير اللي هيكون موجود يوم الانتخابات. بالفعل اللي احنا مجلس الاداره كان حريص عليه، وده المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي برجلينا فعلا، ده مكان المدرج القديم اللي قدام الصاله المغطاه،
ده سهل لنا كتير جدا جدا طبعا، لان ما عملش تكدس زي ما حضراتكم شايفين. الممر وسعه كبير جدا، اكتر من 30 متر، فالحقيقه ده ساعدنا كتير جدا. فده كان تصميم الحقيقه واصرار من مجلس اداره ان يتم هدمه، لان هو اصلا كان عنده قرار ازاله قبل البدايه اليوم الانتخابات، والحمد لله انتهينا منه قبل كده بكتير كمان، وساعدنا جدا الموضوع ده النهارده. فالحمد لله زي ما حضراتكم شايفين من جميع الابواب، انا عندي البوابات النادي الثلاث بوابات النادي مفتوحه بحيث ان الناس تخش من اي باب. احنا موفرين كمان، بس عشان الدوشه اللي هناك دي، احنا موفرين مكان لركنه السيارات للاعضاء في كل الجراشات اللي حوالينا، المحافظه، عمر مكرم، التحرير، المعلمين، نقابه المعلمين، نادي المعلمين، الاعضاء اللي بيركنوا بعربياتهم الخاصه، في اتوبيسات بتيجي من الاماكن دي توصلهم لغايه باب المقر، وبرضه بتاخدهم في وقت الرجوع. برضه فروع النادي الثلاثه برضه بالتنسيق مع مديرين الفروع طبعا بتعليمات من الدكتور سعد شلبي، ان احنا في اتوبيسات بتطلع من كل فرع من الفروع، وفي لجنه كامله عمليات الحقيقه بتقوم بالتواصل بصفه مستمره، بحيث ان اول ما الاعضاء هناك يبتدوا يركبوا الاتوبيسات تيجي على هنا على طول ينزلوا. الاتوبيسات ليها اماكن برضو بره، شارعين كبار احنا مخصصينه، والباركينج بتاع المعلمين يركنوا فيها الاتوبيسات لحين برضو العضو يبتدي يدلي ينتهي من الادلاء بصوته، يبتدي الاتوبيسات ترجع تاني الاعضاء مطرح ما جم، اذا كان فرع مدينه نصر او فرع الشيخ زايد. حقيقة في تنسيق على اعلى مستوى بين الثلاث فروع علشان اليوم يطلع ان شاء الله وما يبقاش فيه اي صعوبه لتحرك الساده اعضاء النادي للادلاء بصوته النهارده، لان ده طبعا حق اصيل ليهم كلهم. فاحنا بنحاول بكل طرق نوصل لهم كل امور المواصلات بحيث ان هو يجي هنا بكل سهوله ويسر. طبعا قبل ما اختم مع حضرتك عايزه برضه اروح معاك لحته كبار السن، وطبعا يعني معظم الاعضاء طبعا منهم كبار السن، يمكن ده الامر ده يمكن في كتير من كبار السن بيهتموا بيه طبعا، ان هم لما يجوا يخشوا ويشاركوا بصوتهم يكونوا مرتاحين، يقدروا ان هم يدخلوا جوه الخيمه الانتخابيه ويخرجوا منها بكل سهوله. عايزه حضرتك تكلمني يعني عن النقطه دي، وايه التسهيلات او الخدمه اللي بتقدموها لكبار السن. كويس، برافو عليك ان انت قلتي النقطه دي، مهمه جدا جدا جدا، لان طبعا عارفه ان الكابتن خطيب وكل اعضاء مجلس الاداره بيهتموا جدا بكبار السن والساده الرواد. احنا موفرين النهارده 4 جولف كار في المقر، ال4 جولف كار دول مخصصين لكبار السن واصحاب الحالات الخاصه طبعا، وفي نفس الوقت في عندي العربيات اللي هي الخاصه برضو لاصحاب الحالات الخاصه، يمكن اكتر من 10 12 كرسي، دول موجودين على بوابات النادي الثلاثه بحيث ان اي حد هيحتاجها قدامه على طول، مش محتاج ان هو يدور عليها، بخلاف السيارات الجولف. الحمد لله نفس الكلام جوه برضو، احنا في اماكن معينه بيخش منها كبار السن عشان طبعا تزاحم والكلام ده، فاحنا عاملين حسابه جدا جدا جدا، لان دول اخواتنا الكبار وابهاتنا ان شاء الله ييجوا يتبسطوا ويدلوا بصوتهم بدون اي عوائق. استاذ خالد طبعا تنظيم على اعلى مستوى، وحاجه طبعا تليق باسم النادي الاهلي وباعضاء يعني الجمعيه العموميه. تحب تقول ايه لكل اعضاء الجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي اللي لسه ما جوش للخيمه الانتخابيه ولمقر النادي؟ والله اعضاء النادي مش محتاجين نقول لهم يعني خالص، يعني انا شايف من دلوقتي، احنا دايما ايام الانتخابات بتبقى يوم الجمعه، بيبقى بعد صلاه الجمعه بيبقى زحمه، بس انا شايفه ده فيعني الحمد لله هم عندهم وعي كبير جدا 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 لمصلحه ناديهم، فان شاء الله برضه متوقع. وانا بنادي طبعا من هنا ان شاء الله بعد الصلاه مفيش مشاكل خالص عندنا، الخيمه كبيره جدا، طريقه الادلاء بالصوت ميسره جدا واضحه جدا جوه، في ناس جوه كمان بتوضح للعضو اللي هو مش عارف لجنته فين، بتاخده لغايه اللجنه بيدلي بصوته بكامل الحريه، وبيطلع من ناحيه ثانيه وبيقعد، واماكن الجلوس في النادي متوفره بكل الزحمه دي، ادعوا لنا بس وان شاء الله مفيش اي مشكله، وبندعو اعضاء النادي ان هي تكمل يوم على خير ان شاء الله. بشكرك جدا طبعا يا استاذ خالد، واكيد بالتوفيق ان شاء الله على مدار اليوم لحد ان شاء الله اعلان النتيجه ان شاء الله. وشكرا ليك. شكرا كده طبعا كان لقائنا مع الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا احمد ويا فارس طبعا اللي اتكلمنا يعني على كل الامور المتعلقه بالانتخابات النهارده يعني من دلوقتي لحد الساعه 7 بالليل ان شاء الله، والتعليمات والارشادات طبعا اللي لازم يتبعها ويلتزم بيها جميع اعضاء الجمعيه العموميه طبعا.